لو دابا حنا في بلاصة لوبيرا، نتوما داك الفوال فين الفوق من الذهب الخالص على قد معلوماتي. هذا الأوتيل تمشيو لي غالري وداكشي من هنا تعيد ها بول باغوس ما بولفار عثمان الوغ الطبيله ديالنا هي هذه. درنا سكسو، هما ما بغاوش نديرو لهم بالطريقه المغربيه، ماشي زعما باش ما نصبوهش هكذاك، بغاو يديروا سكسو بوحدو والخضره بوحدها واللحم بوحدو يدو. هنايا المرقه كيف تشوفوا، هنا الخضره، هنا الزبيب التفاحه، هنا درت لهم الحار اللي بغا الحار. الوغ سكسو وهنا اللحم، اللحم وهنا الخضراء وتشكيلة الفرق. المهم تبارك الله عرضوا على الناس في الزايد. هنا درنا 2 كيلو ديال السكسو، هذا غارق بها ما بانش فيه. المهم هذا هو العشاء ديال اليوم، عرضوا على الحباب ديالهم وصحابهم وتيعجبهم السكسو ديال المغرب. يلا بصحتنا وسلامتكم علينا. الو هنا قالوا لي ماشي مشكل، خلينا نبانو عندك في الفيديو ديالك. قلت لهم يلا ماشي مشكل، مرحبا بكم. هادو الاخوان ديالنا التركيين، كلهم تركيين بانوا هنايا معنا، مرحبا بهم. وتيشوفوا لي حتى هما متبعيني وتيشوفوا لي الفيديوهات ديالي واخا ما كيعرفوش كيفهموش بزاف العربيه. المهم مسانديني لالي خطيهم وكنشكرهم، وعجبهم السكسو البارح بزاف حوالو به، تبارك الله خواو كل شيء.
المهم اخوتي هانتوما معايا فين ما مشيت. غادي نمشيو ان شاء الله غدا غادي نمشيو للطبيب نشوفو نديرو الايام ونديرو المسائل. غنمشيو لوبيتال عندهم وهانتوما معايا. الصباح ويفتح ان شاء الله. دابا حنا في الكلينيك غادي ندير ليغان. الوغ حنا دابا تنخيلو لي ريزولتا ليغان حنا في الكافيتيريا ديال لوبيتال. تنسينا لو ريزولتا باش نشوف الميدسان نشوف شنو غيقول لي. ايوا الله يسمعنا خير الخير مجموعي. كابوتشينو سي محمد خلائن سلطة سيد مين هنا حدا ساندويتش هذا هو التورتي اللي معنا في اللي احنا جالسين عنده دابا. راه كان معنا حتى في تركيا كنا شفناه تما. نعم مازال في كلينيك. هادي دابا شي 3 ساعات وحنا هنايا في الكلينيك تنسينو النوبة ديالنا حيت داك ليا غير من قبيلة. دابا كنسينو الجواب وعاد غيشوفني الميدسا. الوغ خوتي دابا تخرجت من الطبيب قال لي عندي لاختروز هي اللي هلك ليا الركبة ديالي وما يمكنلوش يدير لي لا انفيلتراسيون لا لا كورتيزون لا حتى شي حاجه مع العمليه اللي درت على القلب ديالي. اسكيف يعطيني شي دواء اللي غادي ندهن ما يمكنلهم يديروا لا عمليه لا والو. ثاني واحد الدواء اللي غادي ندهن وشي دواء غناكلو في الليل لانها تيدوخ داك الدواء. وهادشي اللي كاين الحمد لله ملي ما كاين لا عمليه لا والو هذا هو المهم. سي فري كان عندي فيها الحريق بزاف وما تنقدش نطلع في الدروج بزاف ما كنقدش نهبط ولكن يمكن مع الدواء اللي عطاني وهذا البومادو داكشي يمكن واحد لوجيل عطاه لي غندهنو يمكن غادي ينفعني ان شاء الله. داك لوجيل غنبدا نديرو 5 ايام ندهنو و5 ايام نوقفو لان كناكل الدويات بزاف ديال السكر ديال الطونسيون ديال القلب ديال الدم ديال المهم. الحمد لله اللهم لك الحمد هادشي ما كاين. دابا غنمشي عاود نشوفو داكشي ديال الزوج ديالي الكونترول فين وصل ان حتى هو دار الراديويات ودار التحليلات وداكشي. ودابا غنمشيو عند الطبيب باش نشوفو شنو غادي يقول له. اي أيوة والله يسمعنا اخبار الخير. وهذا الشيء ما كاين يا اخوتي. انا غنخرجوا مع الطبيب ديال الحاج ونقول لكم شنو كاين ان شاء الله. الوغ دابا حنا جينا عند الدكتور ديال الحاج هو هذا. غادي ندخلوا الله يسمعنا اخبار الخير ان شاء الله. الوغ جا فلورنسي الوغ دابا خرجنا من عند الطبيب ديال الحاج عطاه ياخد شي دواء غادي يبات يشرب هاد الليلة هاد الدواء ويشربو في الصباح وفي الصباح عاود يرجع عندو باش يديرلو واحد لوندوسكوبي بحال الكاميرا تيديروها باش يشوفو الداخل شنو عندو. المهم هادشي اللي كاين غادي نشوفو غدا شنو غادي يقولو الطبيب. يلا خوتي تنقول لكم شكرا على المتابعه ديالكم اللي خطيكم ونتلاقاو غدا ان شاء الله. يلا مع الف سلامه.